To what I was saying. Could be us. عرفت اللي فيها عيني بان عليها يا قلبي انه ما حبنيش حاجات عشنا ليها وعشمني بيها واخرتها ايه طلعت مفيش وليه كل اللي ياما وعدني بيه واللي اتفقنا زمان عليه ينسى وليه ما ينسنيش ايه دلوقتي شكلي هيبقى ايه ويا ريتني اعرف بس ليه كان ليا فيه وبقيت مليش. انا اسمي احمد عبد المنعم صبحي من مدينه طنطا 19 سنه معايا دبلوم صنايع وان شاء الله انا اكمل في معهد موسيقى. حضرت حفلات كنت بطلع اغني في قصر الثقافه في المواسم وكنت بروح افراح واغني فيها برضو في زمايلي وكده. يا رسول المحبه يا رسول السلام يا حبيب الله 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 اللي علمتنا ان الاسلام يعني السلام يا حبيب الله 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 حبيبي يا رسول الله حبيبي يا ابن عبد الله بحبك والكلام محلى في سيرتك يا حبيبي يا رسول الله صدقيني اي واحدة معاه مفتاح قلب حبيبها وتقدر فجأة تحوله من وحش لطفل ماسك ايدها وخوف عليك من حب فيك مش زي ما بتقول عليا ده بخت من بكان يا بنتي ولا ضحك الناس عليا انتوا ليه عاملين كده ليه ودماغكوا دي معمولة من ايه كل حاجة واخدينها تحدي من غيرنا اصلا تعملوا ايه كل يوم خناقة كبيرة على اتفه الاسباب والغيرة بجد تعبت زهقت خلاص مش طايق اسمع انا ولا سيرة بحلم بيك انا بحلم بيك وبشواقي مستنيك بحلم بيك انا بحلم بيك وبشواقي مستنيك وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا عشت ليالي هنية احلم بيك انا بحلم بيك الله عليك وانت واقف بين ايديا ضحكة عينيك بيها بنسى الدنيا دي الله الله عليك وانت واقف بين ايديا ضحكة عينيك بيها بنسى الدنيا دي احب اقول لمصورات التقارير يعني انتوا شغلكم باين وواضح ودايما بتطلعوا الناس وبتدعموا المواهب الجديده وبتطلعوها للنور وللناس صفحة حلوة يعني عليها شغل وتقارير حلوة وانا بتابعها على طول واشوف الناس فيها يعني اقول لهم ربنا معاكم وان شاء الله مستقبل حلو. Hit 'em like.